الظاهرة في سرطانات، بالذات سرطانات الدم البيضاء، إنه 70 إلى 80% من المرضى بيستجيبوا للعلاج، وهدول اللي استجابوا معظمهم بيرجع المرض بيراجعهم. عارف كيف؟ والنظريات اللي حاولت تبحث في أسباب رجوع هذا المرض، كنا نعزو ذلك إلى وجود خلايا جذعية رئيسية الورم الناشئ عنها. عارف كيف؟ وهي الخلايا الجذعية لها قدرة على التجدد. عارف كيف؟ لكن الآن النظرية الجديدة اللي هي نظرية السبات ونظرية الشيخوخة هي نظرية حقيقة قد تنقلنا إلى عالم آخر، اللي هي محاولة إيقاف هذا السبات. عارف كيف؟ وهذا الشيء الجديد اللي يعني صحيح حقيقة يعني مذهل. يعني احنا راح ننتظر النتائج للأبحاث القادمة ونشوف تأثيرها على المريض وتأثيرها على السيطرة على المرض.